القصر الصغير. وإخواني الكرام، في ذلك المكان هناك شخص محاصر، شخص محاصر هنا في ذلك الفيضان كما نشاهد. وإخواني الكرام، العديد من العائلات هنا بذلك المنزل محاصرون. إذن الفيضان الكبير إخواني الكرام هو بمنطقة القصر الصغير، وكما قلنا لكم هناك شخص محاصر في ذلك المكان. هنا أشخاص محاصرون وعائلات بمنطقة أخرى هنا بذلك المكان إخواني الكرام، بذلك المنازل. إذن هذا الفيضان هو بمنطقة القصر الصغير. إخواني الكرام، السيد ها هو فين؟ هو كيموت. شتاهو هو كاين هنايا كيموت، ولكن ما كاينش اللي غينقدو. فين السلطات المحلية؟ فين هما هذيك؟ ما كاينش إخواني الكرام اللي ينقد هذا السيد، راه كيموت هنايا. إلا زاد غير شوية البحر، غير شوية الماء هنايا غيموت. غير شوية، ما كاينش اللي ينقد هذا السيد هذا. وزائد كاين عائلات كما غتشوفوا في هذيك المنازل رغم الضبابية إخواني الكرام. فين اللايف في القصر الصغير أخويا؟ راه كاينين هنا في ذاك المنازل، كاينين واحد العائلات فوق الأسطح. لا اله الا الله، الا تزاد شويه الواد ولا هذه، راه لا اله الا الله. انا السلطات هنايا اخويا، راه كاينين هنايا اخويا، وراه ما عندهمش السلطات المحليه كيولوا غير على اللاجور، على البني، وعلى شي حاجه اخرى. ما تينا عارفش مني كاين على شي تقرقيبه فيها اللعاقه. اما هذه اخويا انت كتشوفها، ها السيد هو فين؟ هو كيموت هنايا، وفين موغل في ذاك هذه، وما كاينش اللي ينقذ هذا الرجل هذا، ما كاينش بتاتا. السلطات المحلية جات الوقاية المدنية دابا، عاد جات هنايا في هذا المكان إخواني الكرام. جات الوقاية المدنية، ولكن الوقاية المدنية فين؟ القوارب المطاطية أو شيء من ذلك القبيل لإنقاذ هذا الرجل، أصاحبي. إذا هذو إخواني الكرام باش يكونوا متفقين، هذا السيد هذا اللي كاين هنايا هما من ذاك الناس اللي المتشردين، كيباتوا هنايا في هذه الأماكن في الخلاء. وعلم الله شحال من واحد يقدر يكون مشى اليوم بالليل، ما يعني كاين الناس، انا مأكد من انهما كاين، يقدروا يكونوا الناس حتى هما كانوا كاينين بزاف ديال الوليدات صغارين اللي كيبغوا يحلموا يهاجروا الى اسبانيا اخواني الكرام، كيجيو يباتوا هنايا في هذا الخلا وفي هذا اللعيبة. انا مأكد ان كاين بزاف ديال الوليدات كانوا كاينين هنايا، اما هربوا اما تا هما ربي داهم، الواد داهم صورتي ما نعرف. هذا الشيء ربي سلامه في القصر الصغير اخي الكريم، فيضان في القصر الصغير. وهنا شخص محاصر، هنا بهذا المكان شخص محاصر إخواني الكرام. إلا تزاد شوية الواد رحمه الله، وهنا كما كنشوفوا إخواني الواد كبير بزاف. غادي نمشوا للجهة الثانية. مختار، غادي نمشوا للجهة الثانية إخواني الكرام. كما غنشوفوا هنايا هو فين هو، كاين كونتينر، كونتينر اللي هبط الواد وغال هنا كما كتشوفوا. عيط عيط انت كتصور يا اخي، لا راه كاينه السلطات المحليه لمن غنعيط. سي مول السلعه تبارك الله على خي مول السلعه، ويا عندنا خويا مول السلعه هذا الصباح، صبحت هنايا عندنا اللهم بارك. دابا الفيضان وقف خي مول السلعه، ما هو راه لا اله الا الله كان في الصباح بكري. اذا كاين شخص قلنا محاصر في ذاك القنص اخواني، غادي نمشيو نشوفوا نحاولوا ما امكن نقرب لكم الصورة. إذا ها هو ذاك الشخص، غير الرويس ديالو كيبان تما. وأخويا اش غادي نقول لك أخي مول الصلعة، ما يمكنش تقدر تقول على الضحايا حتى يخرجوا في البحر ولا شي حاجة، حيت دابا ما كاينش ما كاينش يعني شي واحد اللي غرق قدامنا ولا شي حاجه. حيت اخي مول الصلعه كاينين بزاف ديال الناس، انا قلت لك من داك الناس الوليدات داك المهاجرين داك الحراقه كيجيو يحرقوا هنايا وكيباتوا، اسمح لي الضبابه جات، وكيباتوا هنايا في هذا الخلا هنايا في الضروب دا الغاب. وهاد الناس هادو واحد منهم حصل هنايا، وراه ما يمكنش يكون واحد هو اللي كان عاش هنايا، راه كينعسوا بزاف، كاين بزاف ديال الناس كينعسوا هنايا. حد كان غير في التصوير عيط فيه اختي، راه كاينه السلطات هنايا وراه ما دايرين والو. لما غنعيط
يلا قولي لهم انا نعيط. راه السلطات كاينه هنايا، السلطات كاينه هنايا، ولكن السلطات انت راك عارف شني كاين، حادين غير لاجور وحادين غير البناء وداك الشيء فقط، حادين غير ديك القضيه بحال هذيك. اما بحال هذه يوفروا القريب من الطاطي من السيد اللي غير كيغرق ولا شي حاجه، ما كاينش بحال هذه القضيه هذه. اذا لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا نحن في المملكه المغربيه عادي، حنايا فواحد المنطقه هنايا اخواني الكرام، هنايا قدام البحر، يعني لازم على الوقايه المدنيه تجي هذه المنطقه ولا السلطات المحليه تتوفر على القارب مطاطي ضروري، ماشي على حسب الواد، على حسب اننا حنايا قدام البحر اخواني الكرام، هنا الوقايه المدنيه ما عندهاش حتى القارب المطاطي، ما يمكنش. اذا الى تزاد الواد شويش هذيك السيد رحمه الله، الناس اخرين اللي واقفين في ذاك الديور لهيه، هذا غادي ننشر لكم واحد الفيديو ديالهم، هما راهم الناس محاصرين تما بالعائلات ديالهم كلشي هنايا، والسلطات المحليه كاينه تما لكن الغالب الله، السلطات المحليه كاينه لكن الغالب الله. اذا هذا الفيضان اخواني الكرام راه من 1993 هي الحمله الوحيده اللي كانت بحال هكا ولا اكثر من هكا، لكن بحال هكا ما عمرنا في حياتنا شفنا بحال من 1993 لحد الان ما شفناهاش، الا انا كنشوفوا بعد التصوير شويه اخي الكريم عيان، لكن كنشوفوا بعد الناس كيحاولوا يرشدوا ذاك السيد انه يتلقى شي حبال ولا هادي، لا راه مستحيل، كاين البعد، كاين البعد اخي الكريم، كاين البعد، مستحيل ان ذاك الشخص يقدر يتوصل بذاك الحبل، لان كاين البعد وما يمكنش تنقضوا. وعلى شوفوا اخواني الكرام، كاين الناس هنا عاديين هما اللي ماشيين يسيبوا الحبل من ذاك الرجل باش غينقضوه من الموت ولا شي حاجه، فإذا السلطات المحليه كتشوف بصراحه ما شفنا حتى شي بديله من السلطات المحليه انها تقوم بشي حاجه، الا ان السلطات المحليه كتقول لك دير الكمامه وما تبنيش وزيد، هذا هو السلطات، الدور ديال السلطات المحليه. اما الدور ديال السلطات المحليه انها تنقذ هذا الرجل اللي كاين هنايا في هذه المنطقه، في هذه البلاصه هنايا اخوتي، ما كايناش السلطات المحليه اللي غتنقذوا. انا قلت لكم كاينه السلطات المحليه غير خاص يستعنوا بالمروحيه الدرك الملكي ويعتقوا الناس، لا خويا لا هذا الكلام غلط اخي مول الصلعه، المروحيه كنستعملوها فقط للسياح، المروحيه تستعمل فقط للسياح يا اخي الصغير، يا اخي مول الصلعه. هذا البلاصه في القصر الصغير نواحي طنجه اخي الكريم، وعمرنا نزيدو القدام اخويا، ياه الله العظيم، انا قلت لك المروحيه تستعمل فقط للالمان والسياح السويد وزيد على ذلك. فينا بلاصه هذه في القصر الصغير اخي، في القصر الصغير. اذا هنا اخواني الكرام، الناس اللي دخلوا معنا جدادين، هنا كاين واحد الشخص محاصر، الا تزاد شويه د الواد راه غادي ما فيهاش تخرشش غيموت، حيت الواد خطير، وهو ديريكت من البحر، ومن البحر راه لا اله الا الله ذاك الجهه يا اخوتي. اذا راه صعيب عليه هذاك الشخص انه يعني كاين هنا بعض المحاولات من الناس يحاولون، يعني كيحاولوا يصيفطوا له شي حبل ولا شي حاجه باش ينقذوه، لكن كل العمليات باءت بالفشل. اذا الشخص كيموت والسلطات تشاهد بام اعينها. ايوا خويا انتوما فاكادير نقدت بزاف د الناس المروحيه، لكن للاسف اخي حنايا هنايا باقي ما كاينش شي بادره اللي حنا ماشي ضد هاد القضيه ديال ان الدرك الملكي ما كينقدش بالمروحيه ولا شي حاجه، لا صاحبي، ولكن هنايا حنايا باقي ما كاينش شي بادره اللي هي تقول مثلا كاينه شي بادره على ان هاد السلطات كدير المجهودات ديالها وباغيه تنقذ هاد الناس، ولا ما كاين والو اسي، ما كاينش مره، ما كايناش. البادرة الوحيدة اللي كاينة وهما جاو كيجيو في 8 د الليل وكيبداو بالزواطة ودخل بحالك للدار، هذه هي البادرة الوحيدة اللي كدير السلطات المحلية. أين الرجال الوقاية المدنية؟ وكاينين بعدا حتى باش غادي يجوا، أولا راهم موحلين بعدا مع هذا الشيء العائلات هنا يا خوتي، هنا راه عائلات، راه هنا شي 7 ولا 8 د العائلات فوق ذاك الدار هنايا راهم محاصرين.
هنا راه بزاف ديال الناس راه محاصرين في ديك الديور هنا يا خوتي، باش كنا حنا انا بعيد على ديك البلاصه دابا عاد جيت من تما راه عندي الفيديوز، ولكن هذا الشخص هذا هذوك راهم فوق الدار، هذوك راه داك الناس راهم فوق الدار وممكن انهم يتنقضوا داك الناس وعندهم عندهم الحمايه، الا ان هذا الشخص هذا اللي كاين هنا راه ما كاين عنده لا حمايه ولا والو، شويه دل الوادي تزاد رحمه الله، هذا الشيء اللي كاين. دا غادي نتجهوا للبلاصه اخواني الكرام ديال البحر مجددا باش غنشوفوا حجم الفيضان. الفيضان باش نكونوا متفقين اخواني الكرام، الفيضان راه قل بزاف الحق. شوف الخسائر اللي كانت هنايا، شوف المسائل اللي وقعت هنايا، الكونتينير كاين وغال هنايا، هبطوا الواد بكماله، الواد هبط الكونتينير بكماله. نادي اختي راه كاينين اتصلوا، لا القصر الصغير حنا راه حنا الناس راه متصلوا بالسلطات وراهم كاينين السلطات هنايا، الا ان السلطات راهم معدودين على رؤوس الاصابع اختي الكريمه. يعني هذا راه منطقه طنجة المتوسطي، اكبر ميناء يا اخي الكريم، اكبر ميناء بافريقيا و24 عالميا، راه كيبعد علينا بضع كيلومترات هافينات، وما عندناش حتى القارب المطاطي، ما كاينش في هذا المكان قارب مطاطي للوقاية المدنية، قارب مطاطي صغير باش ينقذوا الناس ولا شي حاجة، ما كايناش، ما كاينش أبدا. كاينين عائلات مسيبين فوق، كاينين شي ديور دابا شي حاجة غادي نمشيو غندير لايف تما وغتشوفوا ديك العائلات اللي كاينين محاصرين فوق الديور. إذا غادي نرجعوا لذاك الأخ اللي محاصر تما في ذاك المكان. السفينة هما الدرك الملكي اللي ما غتعيط سي الورد. كاين الناس هنايا دخلوا باش يصيفطوا الحبال، هذاك الناس باش يصيفطوا الحبال. السلام عليكم. اسمح لي. إذا إخواني الكرام غادي نخليكم في هذا اللايف في لايف واحد اخر ان شاء الله، وربنا غادي نديكم داك الديور اللي قلت لكم فيها مع عائلات محاصرين هنا في ذاك المنطقه. السلام عليكم ورحمه الله، منطقه القصر الصغير.